على ال على الفيلد جادجمنت. تاني حاجة عملها اللي هو 14 بريشر ريشيو قوي بس السرعات عالية. عنده سرعات عالية قوي ما ينفعش بريشر ريشيو قوي زيادة عن الحد المسموح. ماشي. هو كده بيقلل الافشنسي بقى. نعم. هو كده بيقلل الافشنسي. لا هو أنت عايز باور معينة عنده سرعات عالية. يعني سنسيشن يعني لو كنت سافرت على طول ماشي كده ما بتكونش شكلك كده باور عالي. لكن هنا في محاسيب اللي هي ديزاين. ممكن ان انا ارفع تزود المساحه يبقى هنا عندي
زايد وزود الباور بتاعتها ونقدر اخد منها على ايه باور اكتر وازود هنا ايه الفورس بريشر اللي طالع من الكمبريسور اعلى. الفورس بريشر اللي طالع من الكمبريسور بتبقى اعلى. يبقى هنا الفورس بيزيد كل ما ايه ما بتزيد السرعه وهنا اصبح عندي قيم في الضغط بتاع الكمبريسور كبيره عندي السرعه القصوى لكنها متوسطه ومعقوله جدا عندي سرعات ايه ان قبل الاستخدام ايه للفيروس. يبقى هنا ديبندنت اون ذا انجن كواليتي كونديشن اوبتيمال ستيت باور اوبتيمال ستيت باور از اتين باي فيريبل ريج ديفايس بريدكتد تو اتين كنترول ديفايس ويتش تشينج ذا كوست جاس فلو ثرو اريا اند فلو انجن از ذا انترنس اوف ذا تيبل. كان بيقول لي ايه؟ يبقى اوبتيمال ستيت باور بترجع مين؟ احنا سالناه التغير مين؟ وغير من الجلو أنجل وبالتالي تحصل على الماكسيمم ايه؟ الافشنسي والماكسيمم باور من ايه؟ من طبعا التقسيم بتاع ده بيكون شكل زي ما قلنا هيخليني عندي السوبر تشارج ده عندي سرعات منخفضه وسرعات متوسطه احسن هيخلي لي هنا كل شكل هيزود لي كمان عندي الاكسلريشن ريفورمز هنا هو كده بيبقى بيستفيد اسرع شويه عن السرعات المتوسطه والسرعات المتوسطه فالاكسلريشن بيكون مستفيد بمقدار 10-15% وبالتالي كمان عندي هنا الفور ايكونومي هنا طبعا بيخليني لما برفع من الضغط بتاع البوست اللي داخل فيها الانجن بيخليني احافظ على باور بنفس الحجم اكتر شويه يعني باور اعلى وبالتالي هنا برضه ممكن احصل على افشنسي اعلى لان انا بتدخل درجات حراره وضغط اعلى وبالتالي هنا الكومبشن بروسس مور كونديشن الكومبشن بروسس مور ده نوع تاني من ايه؟ من الكنترول. في نوع تاني بقى من الكنترول هو البوست كومبنسيتور ده مش هتكلم عليه دلوقتي هتكلم عليه لما اتكلم على النوع التاني من الكنترول. اي سؤال هنا يا جماعه؟ كده ده احنا خلصنا الترم شرط كده خلصنا وارجع لحته بس لما اخلص ان ايه؟ الفيجيتي هتخسر لي ايه؟ الفيجيتي هتخسر لي ايه؟